اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش كفته مشويه بالجبنه الموتزاريلا ومستردة العسل. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندويتش. مكونات الساندويتش: كفته مشويه، خل ابيض، مستردة، عسل، كاتشب، مايونيز، والجبنه الموتزاريلا المبشوره والزبده. طبعا اول حاجه هنعملها نسخن الزبده. شوية ملح، شوية فلفل، سخناها على نار عالية. بعد كده نحط الكفتة. المستردة والمايونيز، الكاتشب، شوية من الخل، شوية من العسل، نقلب. نحط الجبنة نقلب. مش بلدي، وحطينا شوية بصل أخضر متقطعين تحت الكفتة. حط الخليط كده. ساندويتش جاهز، ساندويتش كفتة مشوية بالمستردة ومستردة العسل والجبنة الموتزاريلا. هنطلع فاصل ونرجع نعمل العصير. النهارده هنعمل بلح باللبن والكراميل. المكونات: بلح ولبن كراميل وسكر بودره، سكر بني. نستعمل شويه سكر بني مع الكراميل. شويه كراميل كويسين والسكر مش كتير قوي. نقفل ونخلط. كده البلح باللبن والكراميل جاهزين. ساندوتش حاجه ساقعه من الهنا والشفا.